هذا المؤتمر. أن اعتبر المؤتمر أول ردة ضد الثورة الجزائرية وأصل الثورة الجزائرية. أنا عارف اللي هذا حاجة يزعج كثير من الجزائريين، ولكن هذه الحقيقة. هذا الصمام اللي راهم يطبلوا له يا أخي كان خيانة بالنسبة للثورة، خيانة بالنسبة للانتماءات نتاعنا الأساسية الحروبية الإسلامية. والعلة طلعت ما من ذلك الوقت، وما زال باقي، ما زال عند الناس يشوفوا بأن الصمام. وبيني وبينك به في بعض الناس اللي حضروا هذا المؤتمر مثل زغوت يوسف اللي هو خارج من الاجتماعات ويصرح بأن الاستقلال حنا نحصله ولكن الثورة انتهت. هذا زيغوت تاع المنطقة الولاية الثانية. يرتدات الاغتيالات بالخصوص التكالب على الولاية الواحدة تاع السيف، وقتلوا بعض المسيرين فيها. كانوا يعني ما حضرتش الصمام ووقفت وقفة يعني كان الأستاذ مالك بن نبي ومعه النخبة الجزائرية يتابعون أخبار الثورة في البلد، يسألون ويستفسرون، يحللون ويدققون، يفرحون لانتصارها ويحزنون لهزيمتها. وهم كذلك إذ وصلتهم أخبار تفيد بأن قادة الثورة قاموا بتاريخ 20 أوت بعقد مؤتمر بوادي الصمام بولاية بجاية أسفر عن قرارات مهمة تخص الثورة التحريرية، ليظهر الخلاف بين الوفد الخارجي للثورة بين مرحب بقرارات هذا المؤتمر وبين معارض له، حيث اعتبر القيادي أحمد بن بلة بأن هذا المؤتمر قد طعن الثورة في الظهر وأنه خيانة للثورة. وقد سار الأستاذ مالك بن نبي في هذا المنحى إذ اعتبر بأن مؤتمر الصمام ما هو إلا انقلاب على الثورة الحقيقية. ولكن بن نبي يقول باللي هذه الثورة وقع لها انحراف يأرخوا في مؤتمر الصمام. مؤتمر الصمام بن نبي كان يشوفه بالحقيقة يعني انقلاب على أول نوفمبر. هو يقول معلوم باللي في هذاك الوقت كيفاش صرع ثاني مؤتمر الصمام. مؤتمر الصمام كان أحد رواد الثورة الجزائرية الشهيد مصطفى بن بولعيد كان رافضه تماما، والمؤتمر ما تعمل غير بعد ما مات الشهيد مصطفى بن بولعيد اللي توفى في مارس 56 والمؤتمر على بالنا في 20 أوت 56. قال مالك بن نبي في رسالته شهادة من أجل مليون من الشهداء نشرها المجاهد الأخضر برقعة في كتابه شاهد على اغتيال الثورة. رأينا قيادة العاصمة تتخذ قرارات تخالف تماما خطة القيادة بالأوراس، مثل الدعوة إلى مؤتمر الصمام في 20 أوت 1956 وتأسيس مجلس التنسيق والتنفيذ الذي عبر تأسيسه عن قلب النظام الثوري رأسا على عقب، حيث كانت نتيجته الأولى تقرير أولوية الجانب السياسي على الجانب العسكري في قيادة الثورة وتوجهها، أو بعبارة أخرى وضع مصير بن بولعيد وإخوانه المجاهدين تحت سلطة السيد فرحات عباس وفرانسيس وبن خدع، حتى خرجت الثورة من يد الأبطال الذين أسسوا جيش التحرير وأصبحت بيد أولئك السياسيين الذين كونوا نقابة لرعاية مصالحهم أطلقوا عليها اسم جبهة التحرير لإغراء الشعب بالألفاظ. يقول لك هو كيفاش الثوار اللي هما يعني في الحقيقة بصدورهم وبأجسادهم يجابهون النيران، انت تجيب لي واحد يظل في المقاهي ولا ما أدريش والنوادي هو اللي يحكم فيه يتحكم فيه، يعني هذا الشيء غير معقول. يشوف كان يشوف هذا بلي غير معقول، ولكن خاصة الفكرة نتاع الاشتراكية اللي جات تخرج الثورة مما كانت عليه في أول نوفمبر. قال مالك بن نبي في رسالته ومن تتبع بإمعان تاريخ هذه الفترة قد لاحظ بدون أي شك التغييرات العميقة التي حدثت في جهاز الثورة كله،
حتى يستطيع المؤرخ الخبير أن يعبر عن الوضع الجديد بأنه كان في الحقيقة حركة ضد الثورة توجهها من بعيد أيد خفية من باريس والعاصمة. مما يدل على أن مؤتمر الصمام كان فيه يعني انحراف عن الخط الذي رسم من طرف المجاهدين الأوائل في سنة 54، كون أنه اتخذ المنهج الاشتراكي. الاشتراكية اللي جت تخرج الثورة مما كانت عليه في أول نوفمبر، اللي هي بناء دولة كذا كذا في إطار مبادئ الإسلامية. إذا ثار كثيرا على هذا الموقف هذا، واللي شافوا بالانحراف كلي على ما كان عليه المجاهدون الأوائل في أول نوفمبر 54. المصطلحات الإسلامية اللي كانت تقود المجاهدين في ذاك الوقت، مؤتمر صمام نحاهم. مثال، ما عادوش يتكلموا على المجاهد، بقى المجاهد شغل شرفي فقط، ولكن يتكلموا على الجندي. معناها دخلوا أمور علمانية اللي خاطئة الإسلام. وهذه الإشكالية نتاع الصمام وأول نوفمبر هي عاود رجعت لنا في هذه الأيام، في هذه الأحداث، بحيث أنه هناك من يريد الاتجاه نتاع الصمام، وهناك من يريد الاتجاه النوفمبري. طبعا يبقى هذا الشعب الجزائري هو الذي يفصل في الأمر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. قلت لي إن القيادة الحقيقية لثورة الجزائر هي التي انبثقت من مؤتمر الصمام. هي القيادة التي انبثقت من مؤتمر الصمام، لأن مؤتمر. وماذا عن القيادة الأخرى التي كانت تدير الأمور بشكل خارج الجزائر؟ التحركات العالمية التي كانت تحدث، العربية، الإمدادات، يعني هذا الوفد الخارجي مهمته أن يقوم بهذه المسائل. حكيت لي على الأمة العربية، تحب نحكي على العرب والثورة الجزائرية؟ أنا مستعد. سنحكي ما هي ستأتي في سياق الكلام، ولكن أنا الآن حينما نأتي إلى ثورة كبيرة مثل ثورة الجزائر بتضحياتها بما قدمته، ونجد أن المشهد منقسم ربما إلى اليوم ما بين قيادتين. نحن كمناضلين شبان، عندما قابلت بن بلة اكتشفت لأول مرة أن هناك خلاف. يتألم الإنسان لما يجد إخوان يقدرهم مختلفين. المشكل الذي وقع في تونس لم نستطيع حله رغم الجهود التي بذلها بن بلة. الدليل أن هناك عناصر كذلك كانت لا تستمع لا إلى الجزائر ولا إلى الوفد الخارجي. ما تستمع في كل ثورة. لا، قل لي ما احنا عايزين نفهم. لا، الآن في قيادة في الجزائر انبثقت عن مؤتمر الصمام، كانت هي التي تعطي الأوامر للجميع حتى ينفذ، وهناك الوفد الخارجي الذي كان يتعامل مع مصر وعبد الناصر، وكان بن بلة وآية أحمد وآخرون، وهؤلاء كانوا على خلاف مع هذه القيادة. بتقول لي في أطراف ثالثة كانت لا هذا ولا ذلك. مش كانوا على خلاف. آية أحمد لم يكن على خلاف. الدليل، ربما حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وثيقة الصمام أرسلت إلى الإخوة في السجن الخمسة. أرسلت إلى السجن، ومن الخمسة ثلاثة إخوان أجابوا. أعطيك أنا خلاصة الأجوبة، لأننا عندما التقينا بالإخوة الخمسة في السجن كل واحد حكى على جوابه، فكان جواب آية أحمد مثلا الموافقة تامة على وثيقة الصمام. هذا يناقض ما قلته أن الوفد الخارجي ضد قيادة الصمام. الأخ بوذياف وهو ليس من القيادات الضعيفة، في جوابه وافق على الخطوط العريضة لوثيقة الصمام مع بعض الملاحظات الطفيفة. الوحيد الذي رفض وثيقة الصمام جملة وتفصيلا هو بن بلة. ليه؟ إذن لا يمكن. قولي ليه؟ لا يمكن. لأنه بيقول أن أيدي فرنسا لم تكن بعيدة عنها.
غريب غريب في شهادته معه أن تتهم مجموعة تمثل 90% من الثورة الجزائرية بأنها مع فرنسا، هذا كلام أسمعه لأول مرة، وفيه مس لكل الثورة الجزائرية. ومع الأسف أن بعض الإخوة المشارقة يحكمون على الثورة الجزائرية من خلال بعض الكتابات الغربيين يعني. فلا يمكن الجملة نتاعك اللي تقول فيها أن الوفد الخارجي كان لا يوافق مؤتمر صمام، أنا برهنت لك أن الإخوة الثلاثة بوضياف وآية أحمد وافقوا على وثيقة الصمام. طيب والوحيد الذي رفض هو بن بلة. لم يكن بن بلة وحده ضد الصمام، ولكن كان كثيرون ضد الصمام ولا زالوا. هذه اجتهادات. هل في كل ثورة ما تكونش اجتهادات من كل الإخوان؟ لا نشك في نزاهة أحد ولا نتهم أحد بأنه عميل. أنا أعتقد أن هذه الجمل خطيرة جدا. أنا أعتقد أن كل الإخوة اجتهدوا وممكن يصيب وممكن يخطئ يعني. أنت بعد ما غادرت طرابلس بعد لقاء بن بلة كتبت وقلت: غادرت طرابلس خائب الأمل، فقد تشوهت الصورة التي رسمناها عن مسؤولينا، واكتشفت حدة الخلافات في قمة قيادة الثورة، حيث تتقدم الطموحات الشخصية على مصير شعب وثورته، وتركت هذه الزيارة في نفسي قلقا عميقا. كل هذا الكلام صحيح وما زال صحيح إلى الآن، لأنني ما كنت أتصور أن الخلافات تصل إلى هذه الحدة بين إخوة نعتبرهم نحن المناضلين البسطاء مسؤولين. حقيقة ترك طرابلس وأنا متأثر جدا، وقلت في نفسي أن هذه الصراعات مع الأسف تنسينا أن الفضل الأكبر في استقلال الجزائر وفي جهاد الجزائر لا يعود إلى الأحياء الذين يتصارعون على السلطة، وإنما يعود إلى الشهداء. أمين بلغيث، ما رأيك أو ما هي أبرز العبر والعظات المستخلصة من مؤتمر الصمام دون ما الغوص أو التركيز على الجوانب التاريخية؟ الجوانب التاريخية معروف، لكن نريد إسقاطها على الواقع اليوم. دكتور محمد الأمين، شكرا. شكرا. الحقيقة لو أنزلنا مؤتمر الصمام على الواقع، هو مؤتمر الصمام نفسه يحتاج إلى تقويم. أيوة. لماذا؟ لأن مؤتمر الصمام عند شرائح كثير من الدارسين والمؤرخين هو عبارة عن انقلاب في وضح النهار عن قيم ومبادئ 1 نوفمبر 1954. والأغرب من ذلك أن مؤتمر الصمام الآن أصبح سجل تجاري للفرنكوفونيين وللعنصريين وللشعوبيين، يقدمونه كما يشاءون في غياب الفحول. فإذا قرأت الجرائد الفرنكوفونية في الجزائر فلن تسمع إلا تيار إيديولوجي وأسماء من منطقة واحدة، وأكيد أنت تفهم هذا الكلام جيدا. وبالتالي أعتقد أن مؤتمر الصمام قد سبب الألم والجراح لاتصالي الجزائر في فترة ما بعد 56. فإذا قرأت التاريخ جيدا فمعظم الشخصيات الفاعلة من 54 إلى 56 لم تكن تنتظر إلا أن تستشهد أو تموت حتى لا تحضر فترة ما بعد الصمام أي الاستقلال. وأنا أشهد كمؤرخ أن هناك شخصية راقية من كبار المؤسسين لمؤتمر الصمام. تقصد قادة الولاية الأولى؟ تقصد قادة الولاية الأولى؟ لا، القيادات الفاعلة، خاصة القيادات أوراس الممشى. كلهم ذهبوا في خبر كان. والذين بقوا على قيد الحياة في فترة ما بعد سبتمبر 56 تم قتلهم بصورة بشعة. نعم. وعندنا أسماء كثيرة جدا، عندنا أسماء كثيرة جدا من الرافدين
لا بلاتفورم تاع الصمام. عندنا العموري، عندنا شخصيات كبيره جدا كانت عندها موقف واضح جدا مما وقع في مؤتمر صمام كانقلاب. انا نقول انقلاب، وانا عند كلامي وهذا الكلام مسجل ومكتوب في كتبي ومسجل في اليوتيوب. تبقى الان قضيه الديمقراطيه، انا نقول لك ان مؤتمر صمام لم يؤسس للديمقراطيه ولا للتداول على السلطه، لان مؤتمر صمام نفسه هو انقلاب على القيم وعلى المبادئ التي قامت عليها الثوره 54. الامر الثاني ان فتره ما بعد الصمام لا تزال الى اليوم تثير الاسى في كتابات الفاعلين. فلو عدت مثلا الى مذكرات علي كافي وهو شاهد على المرحله، نعم، فستجد الكثير من الكلام الذي يتحدث فيه عن حقائق في ما وقع في الصمام. وانا اعطيك مثال والمثل لله عز وجل. نعم. انت تعرف ان مؤتمر الصمام او المؤتمر الجامع للثوره كان من دعاته هو جيرود يوسف. نعم. وجيرود يوسف واحد من كبار الثوار في فتره 54-56. نعم. هذا الرجل خرج غاضبا وقال كلمه يجب عليك ان تحفظها بشكل جيد وان تقدمها للمستمعين. قال اما الجزائر فسوف تستقل، واما الثوره فقد انتهت. والاكثر من ذلك، حتى رواد الديمغوجيا في وقتنا الحالي من ثلاث ايام يقولوا ان جيرود يوسف اخذه الخونه. اذا جيرود يوسف يوم خرج من المؤتمر عرف انه وقع تغيير وتحويل وانقلاب عن المبادئ والقيم التي صار من اجلها امثال العربي بن مهيدي وجيرود يوسف وزيد شمورة وهؤلاء الرواد الكبار 54-56. فشيء طبيعي جدا ان هذا المؤتمر الذي لا يزال يثير حبرا كثيرا في الجزائر والذي يختلف حوله كثير من الجزائريين مؤرخين خاصة، كل يتبنى الصورة التي يتصورها هي الصورة الجزائرية المباركة. لكن الآن احنا عندنا في كتاباتنا نسمي الناس الصوماميون. نعم. الصوماميون الغالبية العظمى هم الذين اخترقوا الثورة والذين دعوا باكرا في مرحلة باكرة للتفاوض مع فرنسا، مع العلم ان الثورة الى غاية 20 و 55 56 يوم مؤتمر صمام كانت تتصور في يوم من الايام انها ستنتشر عسكريا على فرنسا. وكان رواد هذه الصورة هو العربي بن مهيدي، وهو شخصية من الشخصيات الكبيرة التي كانت قد ضمنت على الاقل صدقية ما يقع في مؤتمر صمام. نعم. لكن تأكد اخي الكريم، وانا قلت هذا الكلام في كثير من وسائل الاعلام وهي مسجلة باسمي، والقى من خلالها الشتائم من هؤلاء الفرنكوفون وهؤلاء الشعوبيين، ان العرب بن هيدي خرج من المؤتمر غاضبا. نعم. فاذا كان خود يوسف غاضب، واذا كان العرب بن هيدي غاضب، واذا كان هناك شخصيه اخرى غاضبه كابن بله والوقت الخارجي، فماذا يبقى لمؤتمر صمام؟ اذا استاذ محمد الامين، حتى يفهم معنا المشاهد ما يردنا عن المؤتمر، عن ارضيته حول الديمقراطيه، التداول على السلطه، الاحتكام للصندوق، الشرعية الشعبية، تريد أن تقول هي مصطلحات مفروغة المضمون وليست صحيحة؟ لا، هو كلام فارغ أصلا، لأن مؤتمر صمام تأسس للانقلاب، أول انقلاب وقع في الثورة هو مؤتمر صمام. كيف تنتظر من انقلابيا أن يؤمن بالتداول على صندوق ضاري للأمة؟ فأعتقد أنه الحديث عن مؤتمر صمام أولا مفروغ للأكاديميين، لأن هذا المؤتمر إذا ولد فيه الإيديولوجيون والشعوبيون فقد أفسدوه من أيام سبعينيات القرن الماضي، ألجيريا التونسية، واليوم جريدة الوطن، وهي تتحدث عن شخصيات بعينها وأسماء بعينها في الثقافة بالثورة. أما الرواد الأوائل من جيل بن مهيدي ومثل بن بولعيد وغيره، فهؤلاء مسخهم مؤتمر صمام في قضية أولوية السياسي على العسكري وأولوية الداخل على الخارج. ولكن لا أستاذ محمد، يعني الكثيرون في الجزائر يقول ما مضى قد مضى، رجاء خلونا في الحاضر، الذي قدم هذه التضحيات جزاؤه عند الله، ولكن دعونا الآن، أين هي جزائر الحرية، جزائر الكرامة التي وعد بها المجاهدون؟ أين ما نص عليه بين أول نوفمبر وهذه الأرضية؟ هل فعلا الجزائر مستقلة شعبا وأرضا
ومن حيث المحتوى الذي تكلم عنه هذا المؤتمر وتكلم عنه بين النهار موجود اليوم ولا لا؟ هكذا يحاججون. نعم شوف انا نقول لك انه الجزائر اليوم ليست هي الجزائر التي حلم بها جيل اول نوفمبر 54، هذه للامانه. نعم. ونقول لك بصوره اخرى نتكلم من خلال على السلسله هؤلاء الرجال الابطال الذين بفضلهم نحن الان نعيش في جزائر مستقله، اقول مستقله الحمد لله. بن بوالعيد في فتره ما في فتره قصيره جدا في اخر لقائهم عن المجاهدين بعد فراره من الكدية بقسنطينة يقول لهم كلمة رائعة جدا، اسمع جيدا اخي عثمان، قال سوف تستقل الجزائر، فإذا استقلت الجزائر ووجدتم واحد من المجاهدين يملك مالا وفرعا فاعلموا أنه خائن. أنت تعرف بشكل جيد أنه ما بعد 62 ظهر أصحاب الغنيمة. نعم. أما أصحاب الثورة فقد انتهى أمرهم، بل وهم مشوا. هم مشوا في 62 ثم في بعد انقلاب 65 وهلموا جار وقارا، ثم وقع اختراق للنظام السياسي من خلال حزب فرنسا. هل تريد مجموعة حزب فرنسا الذين استولوا على السلطة في تسعينيات القرن الماضي أن يطبقوا الديمقراطية والتداول على السلطة والتحاكم إلى الصندوق؟ هذا كلام كنت قد استمعنا إليه بشكل رائع جدا مع الدكتور إسماعيل معراض. ودي الأستاذ محمد بلغيث، هو معنا أستاذ محمد بلغيث؟ نعم. طيب كنت أسأل عن ما يسمونه أصحاب شعار استمرارية الحفاظ على المكتسبات، حفاظ على الأمن والاستقرار، ولكن في الجهة الأخرى يقول دعونا من هذه المصطلحات، شبعنا منها، نحن نريد جزائر الكرامة، جزائر العيش الرغيد لأبنائنا. لماذا؟ لأن البلد ليس دولة بسيطة، بل هو قارة، هو يزخر بالبترول والغاز والمعادن وكثير من الموارد، فلماذا نحن الآن ننزل درجات بعد أن كنا في ننزل دركات بعد أن كنا في درجات؟ أستاذ محمد الأمين أنا معك يا عثمان. طيب تفضل أنا أسمعك، تفضل أنا أسمعك. والله شوف هذه قضية دولة البترول هذه سلة كبيرة جدا. أيوه. لأن البترول في عرف الخبراء والاستراتيجيين ما لم تبقى له إلا 5 أو 6 عقود، صحيح أنه بثنا كما تحدث في مؤلفاته دولة بحجم قارة، ولكن البترول في حد ذاته شكل أزمة كبيرة جدا للنهوض الاقتصادي في الجزائر. وطبعا انت لما تعتمد دولة على مدخول البترول فقط دون ان تعود الى الفلاحة خاصة والى الصناعة والى ما يمكن ان يحقق في التجارة والدواء والغذاء وغيرها، ما يصبح علينا في اسواقه الخارجيه من خلال الاثمان العاليه للمواد التي تصدرها خاصه تصدر الينا مصنعه. الامر الثاني انه نسبه كثير على المجتمع الان الجزائري ذكي جدا ويقرا لغه الارقام، فهناك لغه واضحه كل الوضوح من خلال ترتيب الجامعات الجزائريه، فاذا كانت رفاهيه اي مجتمع من المجتمعات هي التعليم، فإذا كانت قدرة وشخصية ومكانة أي أمة من الأمم هي في رجالها وبناتها الذين تخرجوا في مدارسها الجيدة وجامعاتها المتميزة، أعتقد أن الجامعة في الجزائر بائسة جدا، فالطلبة يدخلون في إضراب شهر سبتمبر ويخرجون بعد الامتحانات في شهر جوان بإضراب. أين سيتكون هذا الذي سيكون محضنا متميزا وأمينا على مجتمعه في الصناعة في التعليم في الزراعة في شق الطرق في الحفر على البترول والغاز وغيرها من هذه المواد التي أعطانا إياها المولى عز وجل دون أن نبذل أي مجهود؟ أعتقد أن هذه القضايا علينا أن لا نضحك على الناس، بأدنى كلمة الأخ معرافي أصبحنا مضحكة ونستطيع أمام الدول، بل والأكثر من ذلك أصبحنا نموذج
سراق المال العام الذي يهرب من الجزائر الى الخارج. فهل يتضح هل تكفينا مع العلم الحديثين شكرا. الديمغوجيا هذه فضحت السياسيين وفضحت اشباه المثقفين. بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية نلتقي بكم. السلام عليكم ونحييكم بتحية الإسلام. السلام على جميع أمة محمد وعلى إخواننا في الجزائر، وإن شاء الله نلتقاو في هذه المناسبة لنثير قضية أثارت جدل كثير، وهي قضية عبر رمضان. مؤتمر الصومان، مؤتمر الصومان تاريخ نتحمل المسؤولية ماذا نقول أولا، وثانيا هل نكون احنا اكثر من احمد بن بلال اللي صنع جبهه التحرير الوطني، واللي كان هو الطرف الرئيسي مع جمال عبد الناصر وجماعه القاهره. وثانيا هذا المؤتمر الذي حدث تكلم فيه احمد بن بلال شاهد على الاثر، وتكلم فيه علي محساس رحمه الله، وتكلم فيه علي كافي وشخصيات كثيره على هذا مؤتمر الصومام. هو مؤتمر خيانة ومؤتمر جريمة، لأنه كان تحت الوصاية الفرنسية وبيع عزم فرنسا، ومن يقول غير هذا فهو جاحد أو واهم أو يريد تقليط الرأي العام. لأن نترك هذا للتاريخ وللأيام، لأن الثورة وقع الانحراف وقعت الخديعة وقع الشقاق، لأن كل ما بني على بطل فهو بطل. وبكل بساطة يعني نبسط الأمور حتى لا نختلف كثيرا في الموضوع، أن نجم شمال إفريقيا من 1927 أو 26 حتى تكوين حزب الشعب الجزائري سنة 1937، حتى للحركة الوطنية وحركة اليسار الحرية الديمقراطية الامتيازي، لم يكن هناك لا صراع ولا خلاف ولا نقاش ولا شقاق. ولكن عندما بدأ هذا المؤتمر الذي تكلموا عليه كل القادة اللي عاشوا الواقع وعاشوا وخذ التاريخ من أفواه الرجال اللي عاشوا هذه القصة وهذه الواقعية، أنهم يتحفظوا ونكروا بكل قوة أن مؤتمر الصومام كان هو اللي قسم ظهر البعير، هو اللي قسم الجزائر، وهو اللي دمر الثورة الجزائرية، وهو اللي ابتعدت الأسرة الوطنية. والدليل يعني مالك بن نبي، رانا رايحين نوضع لكم هذه الرسالة على الموقع بتاعنا باش تشوفوا حقيقة، يقول حتى نلقى الله بقلب سليم، شهادة متأمل ذي رؤية صافية لا يطعن في وطنيتي ولا في كفاءتي. فضيحة مؤتمر الصومام التي كشفها مالك بن النبي رحمه الله، وكانت من بين أسباب ملاحقتي في حياتي وطمس تاريخه حتى بعد وفاته. وثقة، هذه شهادة من أجل مليون ونصف المليون من الشهداء، مالك بن النبي ومؤتمر الصومام. هل مالك بن النبي يتكلم على مؤتمر الصومام ويتكلم على خيانة الصومام؟ يعني الناس اللي راها حابة تستمر في الخديعة وحابة تستمر في المقارطة، احنا يا من 62 يوم هذا نعرفوا بلي أكبر أكذوبة راهي عيش الشعب الجزائري. أن تلقى الأجيال هذه، أنا ما نتكلمش على الابتدائي والمتوسط والثانوي، نتكلم على جامعيين، طلبة جامعيين في الجامعات ما يعرفوش هذه الحقائق. لماذا؟ لأن النتيجة أن التاريخ الذي كتبه كتبه أناس، والتاريخ كتب مع المنتصر، مع الناس اللي صنعوا الخديعه وصنعوا الكارثه في الجزائر، وكتبوا التاريخ على مقياسهم هما. احنا نعرفوا الشعب الجزائري راه بدون تاريخ ليومنا هذا، والازمه اللي في الجزائر ازمه تاريخيه. اذا احنا باش نكون نوصلوا رساله من باب السلف ومن باب المصداقيه، اننا نرفع لكم هذه الرساله تاع مالك بن النبي على الموقع تاعنا، ويقراها كل جزائري حتى يحكم أن هناك خيانة عظمى وجريمة في تاريخ الأمة الجزائرية. من يقول أن يريد أن يبرأ أبا رمضان، احنا بالنسبة لنا وهذه هي الحقيقة ولا يختلف إليها اثنان إلا جاحد، أن أبا رمضان هو من صنع المخابرات الفرنسية، وهو كان يخدم بأوامر فرنسية. اللي يحوس يدير السياسة، السياسة تكون فيها مبنية على السبب، والسياسه اللي هي فن الممكن، ولكن فن الممكن ان نكونوا صادقين في قلوبنا باش نوصلوا عقول الناس. اما باش ندير السياسه من اجل باش نكون سياسي، السياسه ما فيهاش اكاذيب، السياسه تكون سياسه خلاقه بناءه سابقه من المجتمع، حتى باش نعودوا
نسموا الاسماء بمسمياتها ولكل ذي حق حقه. مثل نستي ليومنا هذا، كل ما بني على باطل فهو باطل. نظام الجزائري، يعني كي نقول النظام نقول الاصابه، ما نقدرش نقول النظام، لقيت حتى الناس مؤخرا قايد صالح سمى بالاصابه. والعالم اليوم يا رب اللي في الجزائر اصابه، اصابه سرقت الوطن، سرقت التاريخ، دمرت قيم، دمرت اخلاق، دمرت الانسان الجزائري، دمرت الفرد. يعني فرنسا وما اداك قرن و30 سنه ما فرقتش ما بين الشعب الجزائري، ما كانش فرق ما بين قبائلي وعربي وشاوي ومزابي وتب، انما المؤمن كلنا اخوه في الله، ونعرفوا الشرفاء اللي في منطقه القبائل، ونعرفوا الاوراس الاشم، ونعرفوا الصحراء وما ادراك ما الصحراء، ونعرفوا الغرب، لان الجزائر كلهم واحد، تاريخنا واحد، ربينا في مدرسه علمتنا كيف نقول كلمة الحق، لا نراوغ ولا ننافق. أما الناس اللي حوسوا يلعبوا على الوطن الحساس باش نربح منطقة ونقول عبد الرمضان مجاهد ورمز، أنا نعتبر هذا نفاق. والنفاق هذا راهو كارثة. كارثة. لماذا كارثة؟ لأن إذا كان ما نسموش نسموا الأسماء بمسمياتها، ونقول للإنسان الذي أحسن، النظام الجزائري من 62 إلى يومنا قنوات الفساد، ابواب الفساد، اللي يدعوا انهم مؤرخين، يدعوا انهم اساتذه، يدعوا كذا، وحنا نعرفوا هذا القوقعيين كانوا يشوفوا في صوره مثال الحاج. مثال الحاج عدو للثوره، مثال الحاج مناوئ للثوره، مثال الحاج ما دارش الثوره، مثال وقرروا اجيال على اكبر اكذوبه. ولكن اليوم في 2019 تحيه اكبار واجلال، تحيه احترام وتقدير للشباب الجزائري اللي تغنى بالنشيد الرسمي فداء الجزائر روحي ومالي، الى الشباب الجزائري في برج بوعريريج وورقله والجزائر عاصمه وباتنا الاوراس عاصمه الاوراس، والى الغرب الجزائري وكل المدن الجزائريه الذين في 2019 هذو لم يعيشوا زمن مثال الحاج ولم يعرفوا مثال الحاج. مثال الحاج مثل 1952 منفي من الجزائر ومات بدون وثائق تثبت انه جزائري، رقم النضال الطويل ورقم السجون ورقم الكفاح، ومات مثال الحاج بدون وطنية، بدون وطن، عديم الهوية. لماذا؟ لأن المفسدين والعملاء الذين تربعوا ولا تجبروا على هذه الأمة مثل نسكين يومين هذا عاشوا أكبر أكذوبة وأكبر خديعة وأكبر خيانة، هي خيانة التاريخ وكذبة التاريخ، أن على أساس باللي هذا للناس احنا نتكلموا على عبد الرمضان. أنا يا ما نطورش في هذه القضية، لأن باختصار التاريخ وحده هو المفصل الذي يفصل الحقيقة. التاريخ هو الذي يكشف أن مؤتمر الصمام هو اللي قسم ظهر البعير، هو اللي دمر الجزائر، وهو اللي خلق الصراعات في الجزائر، وهو اللي دار الشقاق في الجزائر. ولكن اليوم مالك بن النبي رحمه الله هذه وثيقة راح نوقعها على الموقع الثاني، اللي يحب يقرأ هذه الرسالة يفهم كل الحقيقة. وفي الأخير حاب نطرق لهذا الموضوع، قال حتى هنا واش يقول؟ اولا تحقق في الظروف المريبه التي تكونت فيها بالعاصمه الجزائر، يعني هاو يذكر هنا الجماعه اللي تكون في الجزائر العاصمه، منذ شهر ابريل 1955 قياده منفصله عن قياده الثوره بجبل الاوراس، حاب يقصي جماعه الاوراس، وتؤكد انفصالها بلقبها المستعار، لقب مستعار زاد ا، اي قياده مستقله لمنظمه العاصمه. ومن المعلوم ان هذا السلوك يخالف تماما مبدا وحده القياده الذي يجب التمسك به في الحروب العاديه، ما بل في حرب ضد دوله وفي الحروب الثوريه على وجه الخصوص، حيث يؤدي كل ازدواج في القياده الى تبديد الطاقات الثوريه، حتى على فرض ان تتصدر كل قياده نفس التوجيهات التي تصدرها الاخرى. بينما راينا قياده العاصمه، هنا راي اكد، راينا قياده العاصمه تتخذ قرارات تخالف تماما خطة القيادة بالأوراس، مثل الدعوة إلى مؤتمر الصومال في 20 أغسطس 1956 وتأسيس مجلس التنسيق والتنفيذ CIA الذي عبر تأسيسه على قلب النظام الثوري رأسا على عقب، حيث كانت نتيجته الأولى تقرير أولوية الجانب السياسي على الجانب العسكري في قيادة الثورة وتوجهها، أو بعبارة أخرى وضع مصير بن العيد رحمه الله واخوانه المجاهدين تحت سلطه السيد فرحات عباس وفرانسيس ومخدر. هذا فرحات عباس اللي ينكر نهائيا وجود الامه الجزائريه. مصطفى بن العيد اسد الاوراس يصبح يخدم على تحت تصرف فرحات عباس
الإنكار نهائي لوجود الأمة الجزائرية، والذي قال كلمة مشهورة: سألت الأحياء والمقابر فلم أجد تاريخ للجزائر، ولو كان للجزائر وطن لكنت أول وطن في صف الحركة الوطنية، ولكن فرنسا أنا وأنا فرنسا. يعني هذا أصبح مصطفى بومرعي والكتيبة تاع الجيش التحرير الوطني اللي هي المنظمة السرية لوس يخدموا تحت تصرف يوسف تحت فرحات عباس وفرانسيس ومخدة وإلى آخره. وهنا النقطة المهمة: حتى خرجت الثورة من يد الأبطال الذين أسسوا جيش التحرير الآن، وأصبحت بأيد أولئك السياسيين الذين كونوا نقابة لرعاية مصالحهم، أطلقوا عليها اسم جبهة التحرير الوطني الأفلان. وأنا هنا ما نزيدش نفوت في قضية الأفلان وكذا، لأن الأفلان تعرف حجم الخيانة وحجم الخادعة وحجم الأكذوبة. وكاين الناس اللي حابين، عندنا واحد المعنى يقول في الصحراء يقول لك معزله وكنطار، نحاولوا دائما نقنعوا انفسنا بان الافلان هي الثوره والافلان هي للتاريخ، ولكن هذه خديعه كبرى لتاريخ الامه الجزائريه، هذه خيانه عظمى، والافلان يخوف تخاف من التاريخ، وهذا الناس يخافوا من التاريخ. ولكن انا ارجع لهذا المراجع اللي رايحين نقولها لكم، ورايحين نضيفوا نقاط مهمه ومهمه جدا على اساس باللي الخيانة بدأت في مؤتمر الصومام، ومؤتمر الصومام كان تحت بإعاز من فرنسا وتحت الوصاية الفرنسية. ونقطة أخرى، فيه زملاء اتصلوا بي يعني وأكدوا على بعض الأسئلة، اللي هو قضية النشيد الرسمي اللي هو فداء الجزائر روحي ومالي. أولا احنا لا ننقص أن النشيد قاسما أو النشيد فداء الجزائر، أن النشيد فداء الجزائر روحي ومالي هو النشيد الرسمي للجزائر، والنشيد هذا فيه الانتماء الأوروبي والإسلامي للأمة الجزائرية. حذف هذا التاريخ لأنه في هذه النقطتين وفي هذه المبدأين. ثالثا أن صاحب النشيد اللي هو المرحوم مفدي زكريا رحمه الله هو الذي كان من صنع النشيد فداء الجزائر روحي ومالي، وقاسما هو رجل من رجالات الحركة الوطنية أقرب المقربين لميسان الحاج، وتربى في مدرسة الحركة الوطنية. ولكن هذا الشاعر الثورة الذي كان يهز كل مشاعر العالم مات مبعد عن وطنه منفي في تونس البلد الصغير، احتضنته تونس وتناكرت له الجزائر التي كان نشيده يهز حتى الجبال للأسف الشديد، وفي عندما أصبح جثة حتى الجثة حرمت أن تدفن في الجزائر. ولكن عندما تحرك ملك المغرب آنذاك حسن الثاني رحمه الله وحبيب بورقيبة رحمه الله، وأراد كل واحد منهم يقول أن يدفن في بلد هذا رجل، هذا رمز، هذا تاريخ، هذا أمة، بومدين رحمه الله، حتى لا تكون إهانة للجزائر وغضب آخر ليس الشعب الجزائري، نتكلم على جيراننا، أن حب هذه الجثة دخلت لبلده الأصلي الذي كان يغني له وسجن من أجله وعذب من أجله، دخله ميت كما دخله ميسان الحاج ميتا من 1952 حتى سنة 3 جوان 1974 رحمه الله. هذه الجثة ولا ذا الرجل، هذا الرمز اللي مات وبدون وثائق تثبت بأنه جزائري، وحرم وهو حيا وحرم وهو ميتا، وأراد حكم بومدين في اليوم الذي كانت الجثة تدخل الجزائر، حط بومدين القوة العسكرية من وهران إلى تلمسان، فلم يمر على الطريق الرسمي، راح إلى طرق ملتوية مع طرق الوديان حتى دخل تلمسان ليلا، وأراد حتى يدفنه ليلا لأن حتى لا يعرف الشعب الجزائري. ولكن من كسر جدار الخوف الحمد لله هو ذاك اليوم الذي فر فيه أو مشوا كل إخواننا من كل القطر الجزائري لهذه الجنازة لهذا العبد الضعيف الذي فنى عمره من أجل الجزائر والجزائريين. ولكن أنا بكل بساطة نخاطب العقول ونخاطب الجزائريين. بومدين اللي ادى الحكم بالدبابة، أين هو بومدين اليوم؟ تحت التراب، إنه قبر. وميصال الحاج الذي عاش كل حياته السجن ونفي من أجل الجزائر والقضية الجزائرية، وفي 1936 رفع التراب وقال التراب لا يباع ولا يرهن ولا يشترى، وضحى من أجل الجزائر، اليوم قبر تراب. والرؤساء الذين جاءوا من 62 ليومنا هذا، سواء الشاذلي بن جديد
أو بومدين يحكم 13 سنة، أو بوتفليقة اللي يحكم 20 سنة، وأزيل مؤخرا في الانتفاضة نتاع الشباب الجزائري، هي الانتفاضة المباركة والحراك الجزائري، أو المجلس الأعلى للدولة الخمسة، هذو كلهم اليوم راهم تراب. بوضيف قتل أمام العالم، أي تحمل حياته كامل في المنفى حتى مات بسويسرا رحمه الله. كل الرموز تاع الجزائر تنكروهم، وكلهم ماتوا بعيدين عن الجزائر. هذا هو الجزائر تاعهم؟ هل أذنبوا في حق الجزائر والجزائريين، أم ناضلوا من أجل الجزائر والجزائريين؟ كانوا يريدون الاستقلال لهذه الأمة والاستقرار لهذا الوطن، فللأسف الشديد وقع التناحر ووقع الشقاق منذ مؤتمر الصمام حتى ليومنا هذا، ووقعت التصفية الجسدية والاغتيالات السياسية، لأن كل ما بني على باطل فهو باطل. عندما كانت الحزب والجزائر في يد رجل اللي كان آخر بين كل الجزائري، لا يكون هناك شقاق ولا صراع. فرنسا بمكرها ودهائها صنعت أيادي، هم من صنع الجزائر ولكن هم أعداء الجزائر، عملوا عملتهم الشنيئة وتاريخهم المتين وتاريخهم المشين اللي دمر ثورة تكلم عليها العلماء، هي ثورة من الثورات العظيمة في التاريخ في القرن العشرين. هذه الثورة وهذا التاريخ وهذا الشهداء وهذا الرمز والرموز أصبحوا يتنكرون للشهداء الحقيقيين والمجاهدين الحقيقيين ولقادة الثورة، وأصبحوا يتكلمون القوقعيين كما تكلم الأخطر بورقعة مؤخرا، ويتأسف الأخطر بورقعة ويقول الأخطر بورقعة لقاء في 15 أكتوبر 2018 كواليس ثورة أول نوفمبر، يتكلم عن حركة مثال الحاج المناوي ثورة التحرير، ويستنكر تسمية مطار تلمسان باسم مثال الحاج وينحو العقيد لطفي. هنا أنا نقول لأخطر بورقعة، أنت يرقع نفسك وأعرف القيمة نتاعك والمادة نتاعك، أنت ما عندك لا قيم ولا مبادئ. أنت رقصت في أحد الحكومة المؤقتة مع عنيس بن خداع، ورقصت مع حكومة بن بلاء، ومن بعد رقصت مع حكومة بومدين قررنا والديكتاتورية والاشتراكية والثورة الزراعية، ومن بعد رقصت مع حكومة الشادي من جديد حتى لوفاة الشادي من أو انقلاب الأبيض على الشادي من جديد، جاء المجلس الأعلى للدولة رقصت مع المجلس الأعلى للدولة، وجابتك قنوات فاسدة كما أنت فاسد وتتكلم على رمز قائد صنع وطن والدولة الحديثة. أنت بالله عليك ألم تستحي من الله تتكلم على عبقرية كان يحترمها العالم وشخصية العالم، وتتكلم أنت من النوع اللي تتكلم على مثال الحاج، وتتكلم على مثال الحاج الآن في 2019 الشباب الجزائري رد في أقانيه في الأنشطة، وبالأمس الإخوان جزاهم الله خيرا وربي إن شاء الله يطور في أعمارهم، أبائنا وإخواننا وشبابنا وأبنائنا اللي مشوا البارح لتمسان بالذكرى تاع وفاة هذا الرمز القائد اللي هي ذكرى وفاة مثال الحاج 3 جوان 1974. مقبرة محمد السنوسي للآن تمتلئ منذ وفاة هذا الرجل إلى يومنا هذا في 2019، والمقبرة العالية لو كان ما يروحش يدوا لها 100 ما كانش يروح لها. هذا الحكام اللي حكموا من 62 ليومنا هذا، لأن ما عندهمش مصداقية الشعب، وما عندهمش مكانة في قلوب الشعب، وما خدموش الشعب، خدموا مصالحهم، وخدموا تاريخ لنفوسهم، وهم أكبر ناس أعداء للتاريخ وللجزائر. ولكن هذا الرمز اللي ضحى من أجل الجزائر والجزائريين وبالنفس والنفيس ما زال في كل قلوب الجزائريين. ما هوش أنت أمثالك لتمحي مثال الحاج من قلوب الجزائريين، وإذا جاءتك مذمة من ناقص فاعتبروا نفسي أني كامل. ماكش أنت من مستوى مثال الحاج وأنت ثبت دليل أنك كنت تقول في الكلمة تاعك، يعني أنا كل حاجة تبعت أن تصريحتك كنا يعني تاع الحركة الوطنية ما نعرفوش نهضروا معهم وهم كانوا أقوى منا. هذا اعتراف ضمني بأنك ماكش من المستوى هذا، قم وهذا مناضل تاع الحركة الوطنية ماكش معاه في المستوى وماكش معاه في المكانة، لا مكانة عند الشعب الجزائري ولا مكانة عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم صادقين وناس كانوا ربانيين لأنهم خدموا لله وخدموا للوطن. أما أنت أيها الانتهازي الكذاب الدجال من 62 وأنت ترقص وتبدأ في الفيستا ودير في السياسة الخفافيش، نقول لك اتقي الله في نفسك، وكل من تسول له نفسه يتكلم الحركة الوطنية سيقابل نقابله بهذا الكلام ونقابله بالحقيقة نتاعو.
لانك انت كنت في المؤتمر اللي وقع تحت المحافظ السامي لرئيس الجمهوريه السابق المخلوع عبد العزيز بنتبلقه في تلمسان. نهار كانت تكلم جنينه بقى نفكرك ونذكرك اني انا كنت موجود. نهار كانوا يتسلوا كالقنافل من 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 هذاك المؤتمر. نهار كانت جنينه تقول لهم هاد الناس اللي كانوا يصدقوا في عهد بومدي راهم الان موجودين. هاد الناس ما عندهمش وجه واحد، ما عندهمش مبدا واحد. انت احترم نفسك لانك انت صنعك الاعلام الفاسد كما انت فاسد، وصنعوك الانتهازين والكذابين كما انت انتهازي وكذاب. لانك احترم نفسك، لانك ماكش من مستوى مصالح الحاج، وماكش من مستوى الحركه الوطنيه، وماكش من مستوى الشهداء والمجاهدين تاع الحركه الوطنيه. انت من مستوى الكذابين، ومن مستوى الانتهازيين، ومن مستوى الناس اللي انت في سياسه الخفافيش وسياسه الكذابين وسياسه الخداعين. تتكلم على رمز من رموز نتاع الحركه الوطنيه، تكلم على مستواك وابقى في مستواك، لان كل واحد عنده المستوى تاعه. اما تكلم على مستوى الرجال اللي عاهدوا الله وكانوا صادقين مع الله سبحانه عز وجل، وتقول لهم كيفاش مصالح الحاج لازم يديروا له متحف يكون فيه دراسه للاجيال على عبقريه هذا الرجل اللي فات الزمن تاعه ب 100 سنه. تجي تتكلم انت من 62 والجزائر في الدماء والدموع. الجزائر تبنات على الخديعه وعلى المكر وعلى الخيانه، لانكم انتم من صنع الخديعه والمكر والخيانه. لان انت ترقص لان هذا الاعلام الفاسد وهذه الابواق الفاسده اللي اعطتك فرصه باش تتكلم. احنا ما عطاناش الاعلام الجزائري فرصه، ولكن لو كان نقعدوا معاك الاخر ما تقعدش معنا خمس دقائق وما تكملش معنا خمس دقائق، لانك ماكش مستوى التاريخ وماكش انت اللي نتكلموا معاك، لان انت تبقى في مستواك وما نعطوكش قيمه اكثر منك. وما نتكلموش اكثر من هذا لانك احترم نفسك واعلم الناس اللي مشيت معاهم راهم كلهم اموات، قدرك راح تلقى الله سبحانه عز وجل. وكاين عداله السماء، هذا الناس اللي كذبوا على هذا الرجل، وهذا الناس اللي حرموا هذا الرجل من الجزائر، وحرموه من التراب تاعو باش يتمرق فيه وينام فيه ويمشي فيه، كما كان يحوس يحرر ويعطي هدير هذا هذا الجيل اللي هو جيل الاستقلال. هذا الجيل الاستقلال علمتوه الكذب، وعلمتوه الخيانه، وعلمتوه الغدر، وعلمتوه المؤامرات. الأمة فرنسا قرن 30 سنة ما فرقتش ما بين الشعب الجزائري غرب وشرق وشمال وجنوب. أنتم من 62 فرقتوا حتى ما بين الخاوة، لأنكم زرعتوا الكذب والفساد والنفاق وزرعتوا كل الأمور، وإذا لم تستحي من الله فافعل ما شئت. يكفيكم، يكفيكم الجزائر وراها وصلت. قارة ما قارت أمريكا اليوم، عشينا نتكلموا على دول كانت ما تكونش موجودة مش ما تسماش، عشا عندهم مكانة في المجتمع وفي العالم ويصنعوا القرار. وانتم الجزائر رجعتوها قرون للوراء. الجزائر هي قاره من قاره امريكا، دوله غنيه رقم واحد، ولادها يموتوا في البحار، لان مثالك انت وغيرك اللي حرمتوا هذا الشعب وهذه الامه من الوطن ومن الرزق تاعو ومن الخير تاعو ومن الثروه تاعو. الثروه تاع البترول والغاز والثروه المعدنيه والبشريه. اليوم الشباب الجزائري محروم حتى من كلمه، ويستقبلك تاع الاعلام ويقول لك كتاب شهد على اغتيال، كتاب صاحب كتاب على اغتيال شهد على اغتيال الثوره. تقتلت الثورة، تخنت الثورة، خنت التاريخ. ودي اليوم تتكلم وما تحشمش وما تستحيش، يعني والله والله عيب عيب عيب. ومن بعد تقول لهم كيفاش يسموا مطار مصاري، سموا عليه مطار تلمسان. مصاري الحاج مش مطارس، مصاري الحاج مش بلاكس، مصاري الحاج تاريخ وأمة، مصاري الحاج رمز، مصاري الحاج كل الجزائر والجزائريين. مصاري الحاج ماهوش مطار، لأن حتى هذيك القضية اللي سمع عليه احنا ماناش قابلينها، لأن احنا ردوا الاعتبار لكل الشعب الجزائري، ردوا الاعتبار للحركة الوطنية، للمجاهدين الحقيقيين وللشهداء الحقيقيين. أما مصاري جزاه عند الله، واللي جازي هو الله سبحانه. ما نستناوش منكم أنتم ما ننتظر منكم حتى شيء، لأن اللي تعلم الكذب والخداع والنفاق عمره ما فيه خير. وبارك الله فيكم وربي يجازيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في تمام اليوم الستين بعد الستمائة من عمر ثورة التحرير، التقى ستة من أبرز قادتها، غاب عنهم ممثل المنطقة التي أصبحت تعرف بالولاية السادسة بعد التقسيم الجغرافي للثورة. ستة عقود كاملة مرت منذ انعقاد مؤتمر الصمام بتاريخ 20 أوت عام 56، الثابت فيها أن المؤتمر لم يكشف بعد عن كل أسراره، ومن خاض فيه بحثا وتوثيقا لم يجيب بعد عن كثير من أسئلة ينبغي تفكيكها تقدير للتاريخ وإنصافا لرجالاته. فهل كان مؤتمر الصمام قرارا فرديا احتكره عبان رمضان لوحده؟ ولماذا ركز الشاذلي بجديد واخرون
عن ظاهرة الانشقاقات التي حدثت بين قيادات الثورة مباشرة بعد المؤتمر، وما هي علاقة هذه الانشقاقات بنعرة الزعامة التي ينسبها أصحاب الرأي للثلاثي بوصوف بن طوبال وكريم بلقاسم. إذا كان بعض المؤرخين ممن بحثوا في أوراق المؤتمر يردون ما حدث في الغرفة الصغيرة بالصمام من مناوشات واختلافات فكرية جذرية جعلت القائد الشهيد زيغود يوسف يصرح لمرؤوسيه بأن مؤتمر الصمام قضى على الثورة نهائيا، كما شهد بذلك الضابط رشيد أجعود، فإن الشاذلي بن جديد يذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال إن مرحلة ما بعد الصمام سجلت عديد المؤامرات للتخلص من بعض القادة الذين أصبحوا يشكلون خطرا على الطامحين للزعامة. يوسف لما خرج وشاف الخلوطة اللي من الصراعات اللي كانت موجودة داخل الصمام قال كلمة رائعة أنا أكررها بالحرف، قال أما الثورة فقد انتهت وأما الاستقلال فسوف تستقل الجزائر. الشيء المؤكد أنه داخل الجلسات كانت فيه نرفزة، كانت فيه خلافات، كان فيه كثير من القضايا التي طرحت ولم تكن محل إجماع. مؤتمر الصومان كان من بنات أفكار العربي بن مهيدي. العربي بن مهيدي جاء غاضبا في نهاية في مطلع 56 من القاهرة، والغضب الذي تمكن من بن مهيدي أن الوفد الخارجي بالقاهرة لم يساهم مساهمة كبيرة جدا في ما اعتقد أنهم مسؤولين عنه هو تسليح الثورة. وبالتالي بن مهيدي بحكم أنه رجل الداخل ورجل ميدان قال لهم أنتم الآن أصبحتم تتفاوضون كما يتفاوض السياسيون على تقسيم البلد وتقسيم التورتة قبل أن تنضج، ولذلك جاء غاضبا كان يبحث عن بديل، فوجهوه دون أن يدري إلى عبد الرمضان الذي خرج يدوب باللغة بالمصرية الجميلة من السجن أطلق سراحه، وهذه أيضا علامة استفهام بالمناسبة، رجل يطلق سراحه فجأة بعد اتصال بالعبد بن مهدي به يصبح الرقم واحد في الداخل. من بين المآخذ التي سجلت على مؤتمر الصمام ما تعلق بسطوة عبد الرمضان وطريقة تعامله مع المؤتمرين من قادة الثورة، فبالإضافة إلى لهجته الشديدة في محاسبة زيغود يوسف وعميروش على بعض الهجومات في بلاد القبائل، تذكر شهادات متطابقة أن عبان كان قاسيا إلى حد بعيد مع كريم بلقاسم، وكان يصفه بكلمات نابية دون مراعاة منصبه الثوري والقيادي. كلمة أغيول وظفها في عبان رمضان مع كريم بلقاسم ومع عمران في القاهرة سنة 57، ليس في جلسة مؤتمر، لا ليس في جلسة، في القاهرة في سنة 57 وين كان اجتماع مجلس وطن الثورة الجزائرية في دورته الأولى بعد المؤتمر. فمن أين استمد عبان رمضان هذه الكاريزما؟ وهل تكفي هذه الوقائع لترجيح كفة الرأي القائل بأن مؤتمر الصمام كان قرارا انفراديا؟ عبان رمضان كانت عنده طموحات، عنده طموحات مبروك عليه، لكن هذه الطموحات يبدو أنها تجاوزت صلاحيات الوفد الخارجي، ولهذا وقع نوع من الإجماع بين الطوابين على تصفية عبان رمضان، واحتالوا على الرجل وأخذوه إلى المغرب ثم بعد ذلك عدموه. لكن كاين حاجة بالتاريخ، وافق كان بالإجماع ثلاثة هم اللي وافقوا في ثلاثة، ولكن الشخص الذي كان يراهن عليه من أجل تصفيته هو كريم بلقاسم، والدليل على ذلك أنه بعد الاستقلال الذين قاموا بتصفية كريم بلقاسم هم أبناء وجماعة عبان رمضان. لا بلاتفورم تاع الصومان كانت بين عبان رمضان وبين أوزقان، وهذه علامات الاستفهام. لما تقرأ انتقادات علي كافي وبن بلة والشخصيات الفاعلة يقولوا أن مؤتمر الصومان سرق أو تجاوز مبادئ أول نوفمبر، هي مبادئ العروبة والإسلام. معنى ذلك كثير من الكتاب الآن والصحفيين يتحدثون عن الصومان هو مؤسس ما يسمى بمبادئ الجمهورية. أي جمهورية؟ الجمهورية مرتبطة ارتباط فظيع جدا بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة.
رمضان جعل لنفسه بديل الترناتيف. نعم. بديل لكل القيادة. لماذا؟ لأن أبا رمضان استغل الغضب الشديد لمحمد العربي بن مهيدي من الوفد الخارجي. نعم. وبالتالي لما استغل هذا الغضب عقد المؤتمر. فهل تكفي هاتان الرسالتان لدحض فرضية انفراد عبان بالمؤتمر؟ أم أن الأمر كان مجرد تمويه من سياسي محنك؟ وما هي نسبة الحقيقة في وصف جماعة الزعيم المصري جمال عبد الناصر بأن مؤتمر الصومام كان انقلابا قادته جماعة عبان وتمرد على مبادئ أول نوفمبر بخصوص التوجه العروبي الإسلامي للثورة؟ فهل كان عبان على علم مسبق بغياب الوفد الخارجي عن المؤتمر حتى قبل تحديد تاريخ انعقاده؟ الولايه الاولى صارت رافضه لما انبثق من نتائج عن مؤتمر الصومام. محساس احد الرافضين كذلك. كلف عمران وعمران كلف من طرف عبان رمضان بالقيام بتحييد تحييد محساس من الأول إلى درجة أنه محساس يذكر بأنه تعرضت إلى محاولة اغتيال، ولولا الأمن التونسي اللي مكنه من أنه يغادر تونس لكان في إعداد المفاوضات. الذين كانوا وراء الخلافات والتفتين داخل الأوراس وداخل الولايات التاريخية هم من كان يبحث عن نفسه ليصل سالما إلى السلطة في يوم من الأيام في الجزائر العاصمة. سجل مؤتمر الصومام غياب ممثلي المنطقة الأولى وبرر بن عودة هذا الغياب بظروف تنظيمية ترتبت عن استشهاد القائد مصطفى بن بولعيد شهر مارس من عام 56، وغاب أيضا عن المؤتمر ممثل الجنوب علي ملاح أو سي شريف مكتفيا بإرسال تقرير عن منطقته. ويبقى البارز في غيابات المؤتمر يتعلق بقادة الوفد الخارجي، غياب أثار جدلا ما تزال أسئلته معلقة إلى اليوم. عندي آيات موجودة في وسائل الإعلام وفي الكتب يقول لك أن الوفد الخارجي كان في إسبانيا وفي تونس وفي القاهرة يتمتعون في الجراند سوتيل تاع سانت أنطوان. هذا كلام عيب، يعني هذا كلام لا يقال. هؤلاء الرجال صدقوا مع شعبهم ومع ربي سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك أن هؤلاء هل حينما دخلوا 68 كانوا يملكون ثروات؟ التساؤلات المتعلقة بغياب ممثل المناطق الداخلية تقابلها في الجهة الأخرى علامات استفهام كبيرة بخصوص غياب الوفد الخارجي أمام ما قيل في الموضوع وأجيب عنه بشكل غير مقنع، وما قيل ولم يجد إجابات إلى حد اليوم. في 20/56 مانديس فرانس والسلطة السياسية العليا في فرنسا الجمهورية الرابعة كانوا يبحثون عن مفاوض مقبول شبيه بالجارتين ولا أسمي. هذا المفاوض المقبول هو الذي لا يؤمن بوحدة المغرب العربي ولا وحدة الشمال الإفريقي، وعنده توجه علماني وأيضا فرنكوفوني، يستطيع أن يتحدث ويقبل أطروحات الفرنسيين. إذا عبان رمضان دخل في صراع بين وبين أولئك الذين يدعون إلى الثورة إلى الانقلاب على كل مظاهر الاستعمار، وبين من يحضر نفسه للاستمرار كمفاوض مقبول عند الفرنسيين. الثورة الآن بعد 56 دخلت معرج كبير جدا، المولى عز وجل هو الذي كان يرعانا، وإلا لا دخلنا في حرب أهلية قبل الوقت. ولذلك عدم دخول بنبلة كان ضرورة استراتيجية لا يستطيع أن يدخل. فهل تنبأ بنبلة مسبقا بتحويل مسار المؤتمر
من اجتماع مصري لتنظيم الثورة إلى مجرد جلسة محاكمات وتصفية حسابات، وما هي خلفيات دخوله في شجار عنيف مع بن مهيدي الذي عاد من مصر إلى الجزائر غاضبا عليه؟ عدم حضور بن بلة للمؤتمر ليس فقط تصفية الحسابات، ولكن يبدو أن بن بلة كان عنده إحساس خاص أن دخوله إلى الجزائر في خطر على نفسه، وخطورة القضاء على واحد كبن بلة كأنه سيحدث فوضى عارمة داخل الثورة. ما أنجزه الوفد الخارجي كان مزعج لعبار رمضان، لأنه عبار رمضان كان يقدم بيفيد كاروس محضر فاقة بأن الوفد الخارجي هذا لم يقدم شيء، ولكن السياق التاريخي أكد لنا شيء بأن الوفد الخارجي تمكن من تدوير القضية الجزائرية على مستوى مؤتمر بوندونغ مبكرا في أبريل 55، كذلك تمكن من أنه يقنع دول أفرو أسيوية من أنها تقدم لائحة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدراج القضية في جدول أعمال الدورة العاشرة أول دورة. هذه معروفة، وفي الفترة هذه محساس كان موجود مع جماعة عبد الحي السعيد وجماعة السوافة، وكان فعلا محساس كأنه تلقى الأطروحة من بن بلة، وكان ضد تنزيل واقع الصومال على المنطقة، وهو السبب الذي كان وراء اغتيال كثير من الشخصيات الذين رفضوا البلاتفورم تاع الصومال، ويأتي على رأسهم الشهيد المعروف لزهر شريط. نعم. لزهر شريط، وبعد ذلك محمد العموري. انت لازم تعرف مدى وزن هذه الشخصيات في منطقة الأوراس بعد من بولعيد. كان في اتصال مع محساس، وكان عندها انعكاسات تاع المؤتمر، لأنه اعتبرت القاعدة الشرقية بالنسبة للمنطقة الثانية، وأنه وكأنها غير معنية بالنتائج اللي انبثقت عن مؤتمر الصمام، وأنه لم تشرك فيه والنتائج تاعها ليست في صالحها، وأنه التركيبة تاع المجلس الوطني للثورة الجزائرية ما نالتش نصيبها فيها، ولذلك اعتبرت نفسها أنها إلى جانب الولاية الأولى وإلى جانب مجموعة الثورة في تونس. أن اعتبر المؤتمر أول ردة ضد الثورة الجزائرية وأصل الثورة الجزائرية. أنا عارف اللي هذا حاجة يزعج كثير من الجزائريين، ولكن هذه الحقيقة. هذا الصمام اللي راهم يطبلوا له يا أخي كانت خيانة بالنسبة للثورة. خيانة بالنسبة للانتماءات نتاعنا الأساسية الحروبية الإسلامية. والعلة طلعتنا من ذلك الوقت، وما زال باقية. مازال عند الناس يشوفوا بان الصمام وبيني وبينك به فيه بعض الناس اللي حضروا هذا المؤتمر مثل زغوت يوسف اللي هو خارج من الاجتماعات وصرح بان الاستقلال حنا نحصله، ولكن الثوره انتهت. هذا المؤتمر نتاع الصمام والبرنامج تاع المؤتمر الصمام تقراه ولا تجبر كلمة على العرب ولا على الإسلام، كلمة واحدة. الوقت اللي احنا كل ما كان تطلع يعني يطلع قرار من طرف الثورة إلا ونركز على الانتماءات العربية والإسلامية. البيان تاع النوفمبر يركز على هذه، يعني البنية تاع الحكم في الجزائر تكون على بناء على المقاييس الإسلامية. أنا نأكد على هذا الكلام، الصومام كان يبحث عن التفاوض، جيل بن بولعيد كان يبحث عن الانتصار العسكري، وكانوا يبحثوا على حاجة مهمة جدا من خلال ثقافة المعارضة الإسلامية، الانتصار أو الشهادة. انظر المفارقات بين رجل يعتقد أنه سيعود الجزائر إلى عقبة وإلى طارق وإلى الجيل الأول من الصحابة الذين أخرجوا الجزائر من الاستعمار الروماني والبيزنطي الذي طال البلد 7 قرون، وبين الناس عندهم توجهات علمانية، بين الناس تخرجوا في المدرسة الفرنسية. سيسي ضمنت إلى جانب عبار رمضان، ضمنت بخدا ودحلب، بخدا ودحلب من المركزيين، صحيح. لم يكونوا موجودين في، ولذلك لاحظنا
أنه بعد نتائج المؤتمر وكأنه مدام هيئة التنسيق والتنفيذ لجنة التنسيق والتنفيذ هي أعلى هيئة في تنظيم الثورة وهي القيادة المركزية للثورة، فمن حق بن بلة أن يقول بأنه تم الطعن في الثورة وفي المؤتمر. الصمام بنى وهيئ وفعل كثير من الأشياء لكنه فتن داخل الثورة، وفقدنا الكثير جدا بعد مؤتمر الصمام. نعم. ما بين الفارضين لرأي الصمام وتوجهات الصمام الإيديولوجية وما بين الرافضين المتمسكين ببيان نوفمبر 54. الثورة كانت بين أيدي أمينة من 54 إلى 56. بعد 56 قيادة غير مضمونة أن تكون مع شعبها، مع توجهات شعبها، مع تصورات بيان أول نوفمبر ومع القيادات التاريخية. وأنا كي نقول لك القيادة التاريخية نقول لك بن بلعي، سويداني بوجماعة، العربي بن مهيدي، ديدوش مراد، وهؤلاء عمالقة بأتم ما تحمل كلمة عملاق الصورة والحمولات الجميلة. ولذلك هؤلاء الذين جاءوا من بعد الصمام هم تجاوزوا كل هذا التاريخ. صحيح أنه مؤتمر الصمام سرق مبادئ الثورة، نكرر هذا، سرق مبادئ الثورة. ولذلك ما بعد الصمام هي تصفية حسابات بين من يقود الثورة، من يقود الشارع، من يقود الأوراس، من يقود الولايات التاريخية، من يساهم في وصول الجزائر هكذا إلى بر الأمان. السلام عليكم خاوتي، نشرح للناس اللي ماشي فاهمه وشنو هي لا ديفيرونس بين بيان اول نوفمبر ومؤتمر الصمام. ان شاء الله في 2 دقائق نشرحه لكم. بون، بيان اول نوفمبر هو مبني على مبادئ اسلاميه والعروبه والجهاد في سبيل الله، هذا هو بيان اول نوفمبر، به قلعت الثوره. اما مؤتمر الصمام اللي هو من القياده تاعو هو عبد الرمضان اللي ندار في منطقة القبائل، هو مبني على الشيوعية العلمانية والإلحاد، يعني يلغي بين أول نوفمبر. نسمينه يعني الناس في التاريخ نسمينه بالانحراف الثورة وانقلاب على بين أول نوفمبر، يعني مؤتمر الصمام انقلب على بين أول نوفمبر. بون، كي بداو في مؤتمر الصمام انضموا الشيوعيين الفرنسيين، مثلا دوكا كي تروحوا في الحارة توقفوا في اودان، هذاك اودان هو موريس اودان، هو فرنسي انضم للثورة الجزائرية وعاونوا، ماشي وحده يعني، كان بزاف لي فرنسي هما شيوعيين، هما ماشي حبا في الجزائر، لا لا، هما في سبيل الشيوعية انضموا لهاد الثورة. و وباش نذكركم باللي مؤتمر الصمام لغى الجهاد، رجعها في سبيل الوطن، يعني جهاد في سبيل الوطن ماشي جهاد في سبيل الله، لا علينا. بداو الشيوعيين يدعموا في الثورة الجزائرية، بصح الشيوعيين شكون كان يدعم فيهم؟ شيوعيين فرنسيين كان يدعم فيهم المخابرات الفرنسية، يعني المخابرات الفرنسية تعطي تعليمات للفرنسيين الشيوعيين الثوريين، وهذوك الشيوعيين الثوريين يعطوا تعليمات للمجاهدين، والثورة قعدت تبقى الصراع ما بين يعني ناس تاع بين اول نوفمبر ومؤتمر الصمام. ومن بعد مؤتمر الصمام كانوا قويين، يعني كانت عندهم نفوذ شيوعيه، يعني بزاف ناس شيوعيين عاونوا، هذاك الوقت كانت الشيوعيه مزدهره، كان عندهم ستالين شغل الاله تاعهم، ستالين مور دوزيام غار مونديال، سيتو لي فرونسي كانوا يقدسوا ستالين، لا علينا. بداو بتصفية علماء المسلمين بقيادة جميع علماء المسلمين، يعني بداو يبعدوا في جميع واحد في ريحة الإسلام يبعدوه. بون، ماناش نهضر على عامة الناس، مسلم يعرف يصلي يعرف، على المخاخ تاع المسلمين. وبقات هكذاك، بقاو المخابرات الفرنسيه هي اللي تسير في الشيوعيين تاعها، اللهم ليك منضمين في بالخفاء ماشي علنيا.
من بعد لحقنا وين ولاو يروكريتيو كيما الضباط الفرنسيين، يعني هما جزائريين والتحقوا بالثوره الجزائريه، زعما هربوا من الكازرنات والتحقوا بالمجاهدين، هم معروفين هاد الضباط، منهم النزار ومنهم بلا ما نذكر اسماءهم. ومن بعد لحقنا 62 باسكو ولا الضغط بزاف تاع يعني تاع الثوره على الفرنسيين. دو غول قال دوكاتيك لازم نعلنوا الاستقلال الجزائر، ولقى مشاكل كبار باش علن هذا الاستقلال الجزائر من جنرالات الفرنسيين يعني تاعو، وقال لهم يعني كلمته المشهوره يعني خلاها في المذكره تاعو، قال لهم خلينا في الجزائر ناس يدافعوا على المصالح الفرنسيه اكثر من الفرنسيين، يعني كون شايفين ابي بري كيفاش. وبقات في المنهج هذايا حتى ليومنا هذا. علاش دوك الناس هم يطالبوا بيان اول نوفمبر وباديسيه؟ باش الناس تفهم واش معناتها باديسيه واش معناتها بيان اول نوفمبر. دوك فهمتوا هذا مؤتمر الصومام فرانكوفوني، ما يستعرفش كاع بالعربيه ولا بالاسلام. وبحثوا ماذا بيا، تبحثوا اللي سمع هذا الفيديو ماذا بيا يدير تيترو شيرش في هذا الامر هذا. والسلام عليكم. Comment est-ce qu'on va pouvoir passer à l'indépendance? Mais comment est-ce qu'on va pouvoir passer à l'indépendance? Pour des raisons françaises, je ne dis pas pour des raisons algériennes, je ne dis pas qu'ils se désintéressaient du sort de ce malheureux pays, mais ils pensaient aux affaires françaises. Ils disaient, on ne s'en sortira jamais tant qu'on aura l'affaire algérienne sur le dos.